خرجوا بمذكرة استفتاء تخص كشمير سلمت لمكتب المراقبين العسكريين التابع للأمم المتحدة، خطوة تذكر بحق شعب كشمير في تقرير مصيره وفق ما تنص عليه القرارات الأممية، قرارات ما زالت تواجه رفضا هنديا. الرئيس الباكستاني ووزير خارجيته شاركا في هذه المسيرة تضامنا مع شعب كشمير وللتنديد بضم يدله ولاية جامو وكشمير إلى سيادتها. لسنوات عديدة تعلمت الهند من إسرائيل كيف يمكنها تغيير كشمير ديموغرافيا، فهي تقوم بما تقوم به إسرائيل من تمدد استيطاني بالضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من بيوتهم. شعبيا خرج آلاف المواطنين في عدة مدن باكستانية، ندد المتظاهرون بالصمت الدولي حيال حصار يستهدف 8 ملايين نسمة، حصار أعقبته موجة اعتقالات واغتيالات وسط انقطاع للاتصالات وتعتيم إعلامي. نجتمع هنا على هذه المنصة لإيصال صوتنا إلى إخواننا في كشمير ونطالب حكومتنا بالسماح لنا بالجهاد في كشمير. يطالبون بحلول عسكرية لم تقنعهم إجراءات حكومتهم الدبلوماسية والسياسية، يؤمنون بأن الهند تخشى من الاستفتاء لعلمها المسبق بنتائجه، فكشمير تقطنها أغلبية مسلمة ترفض الوجود الهندي لصالح الباكستاني. ضغوط شعبية وأخرى رسمية على نيو دلهي، فرئيس وزراء باكستان قال إن كشمير ستكون حرة قريبا، تصريح فسر في سياقين: تهديد للإدارة الهندية وبشرى لسكان كشمير طال انتظارها. بلال أسطل، العربي، إسلام آباد.